مبروكة مبروكة وصمخ. خير خير عمري عمتي، في شيء؟ شو تسوين في المطبخ للساعتين؟ قاعدة اغسل مواعين للحين ما خلصت. زين سمعي، إذا اتصل أحمد قولي له إن عند الكوافيرة. أحمد منو؟ زوجي يا خبلة. إيه متأسفة، حاضر. أي أوامر ثانية؟ اليهال نايمين، إذا قعدوا أعطيهم حليبتهم، وإذا بكوا شيليهم يسكتون على طول. الخادمة اللي قبلك عودتهم على كذي. إن شاء الله على أمرك، إن شاء الله. الحمامة تروس ثياب، غسليهم وغسل المواعين ونظف المطبخ وطبخي، عقبها صعد السطح وخميه، وبعدين عندك أريل التلفزيون نظفيه، أكو طيور معششة عليه. عمتي والحديقة ما سوي فيها شيء؟ إي صج ذكرتيني، الزرع ما أخذ إجازة، اسقي الزرع، وبالعشر عشر وربع أبي كل شيء على حسب الأصول، وقبل لا أرجع ب12 ونص. بس عمتي تروالي هذا كل الشغل ما ياخذ ساعة ونص، يعني بيتم عندي وقت فراغ. حتقولي ليش اسوي في خبز؟ ترى قاعد حاطه ديني على خدي. ما يخالف ارتاحي لك شويه. ايه؟ الرحمه زينه. اي لا صادقه مشكوره، ما قصرتي، عسى عمرك طويل يا مقلب الرحوم يا الحنونه. كل هالشغل تبيني اخلصه بساعتين؟ لا والله صدق رحيمه، قلب حنون.